بين هالجبال والطبيعة والبحر. ولد ضيفنا وتربى بيحمل درجة الإجازة بالعلاقات الدولية من المعهد العالي للعلوم السياسية بدمشق، بس ما كتير اشتغل بما درسه إلا شوي، لأنه العمل بالتدريس والصحافة والبحث والاهتمام والتراث. أعد برامج إذاعية وتلفزيونية كثيرة ونشر عديداً من المقالات الصحفية. أكيد زينب نذر ذاكرته ومعارفه وحبر قلمه اللي جمع وأحيا التراث من خلال مخطوطات وموسوعات وجمعية لإحياء التراث السوري، فكان المخلص والوفي لتراث أبنائه وأجداده والباحث الدؤوب في جمعه، فقد زار كل قرية وكل مزرعة في مدينة اللاذقية في سبيل ذلك. الباحث والمؤرخ ضيفنا لليوم بصباحنا غير حيدر نعيسى، يسعى الصباح حكو. أهلا وسهلا فيك أستاذ. الله يسعد صباحكين، صباح الأخوة المشاهدين، وشكرا لكين وللقناة الإخبارية الرائعة. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك أستاذ حيدر. خلينا نحكي شوي، البدايات كانت عندك شغف بحفظ التراث الشعبي لمحافظة اللاذقية، تحكي لنا من وين بلشت هاي التفاصيل اللي تتخزن بذاكرتك، كيف صرت تبحث عن أصل التراث؟ الحقيقة لما يتعرض له التراث من مخاطر زوال واندثار، ونظرا للتحديات القائمة ونظرا لأهمية ودور التراث في الحياة باعتباره هوية شعب وباعتباره بطاقة وباعتباره أهم العلامات الفارقة فيه، وبعد الاطلاع على العديد من المؤلفات التي أصدرتها اليونسكو والأونسكو وبعض الحقيقة الأبحاث الدراسات والجهود المشكورة التي قام بها بعض السابقين والقائمين سواء في المدينة أو في الريف أو في المحافظات الأخرى، ولد هذا الأمر شغفا حقيقيا بأهمية جمع ما استطعت من التراث الشفوي وليس التراث المادي، لأن التراث للتراث فرعان، مادي وشفوي. المادي ما هو ملموس والشفوي ما هو مروي متناقل شفاهة، والذي لا قائد معروف له ولا ناقل معروف له. الحقيقة بعض المحافظات الأخرى قد سبقت إلى حد ما محافظتنا بهذا الإطار، نظرا لوجودي في أقاصي الريف وإقامتي في قرية عرامو تبعد 60 كيلومتر 50 كيلومتر عن مدينة اللاذقية، والريف حاضن بالتراث، المدينة أكثر تقبلا للجديد، التراث يتغير فيها أكثر، أما الريف فيبقى حاضن ويبقى التغيير فيه طفيف وتدريجي. اعتمدت حقيقة، كان باعث الأول هو وجود والدي رحمهم الله، كانا من المعمرين، إضافة إلى وجود عشرات المعمرين في تلك القرى القصي، هؤلاء قد كانوا معلمين أميين، لأن المدارس التي تعلموا فيها بعيدا عن الأبجدي هي الحياة، هي الأرض، الأعمال، عالم الطين والعجين، عالم ما قبل الإسمنت والأسفلت. حقيقة زالت هذه الحضارة من طين وعجين إلى حد بعيد، لذلك قدر الإمكان في سبيل توثيقها بالكلمة والورقة كانت هذه البداية. ربما كانت أوائل التسعينات هي أوائل الخطوات في هذا السياق، استمر جهد قرابة 30 عاما إلى أن تكللت هذه الجهود بجمع موسوعة التراث الشعبي في اللاذقية في قرابة 3000 صفحة تتضمن 6 أبواب كبرى أو 5 أجزاء، هي المعارف والمعتقدات والعادات والتقاليد والأدب الشعبي والتقويم الشعبي والفنون الشعبي والصناعات الشعبية. تقدمنا بها مؤخرا إلى وزارة الثقافة، تكرمت بها الوزارة بتبني هذه الموسوعة وطباعة الجزء الأول منها وهو الأدب الشعبي وهو قيد الطباعة الآن. يعني أستاذ حيدر رح نحكي عن الموسوعة بشكل أوسع وأقسامها، لكن خلينا نحكي عن رحلة البحث وجمع هذه الموسوعة. مثل ما قلنا حضرتك تنقلت بكل زاوية وبكل حي بمحافظة اللاذقية لحتى تطلع بهذه الموسوعة، نحكي شوي عن هذه الرحلة.
نعم بالحقيقة اللاذقية التاريخي هي السفحين الشرقي والغربي للجبال اللاذقية، يعني هذه هي الوحدة التراثية إلى حد بعيد، رغم ما فيها من تنوع، رغم ما فيها من تطيف، رغم ما فيها من يعني اللاذقية شاطئ وهضبي، شاطئ وسهل وهضبي وجبل، وبالتالي بيئات مختلفة وإلى حد ما تنوع تراثي غني وسر. كانت وسيلتنا هي المشي في قرانا، وكانت عدة العمل هي القلم والورقة والحب والرغبة في إنجاز شيء ما خدمة للأجيال، لأن ربما هذا الجيل الذي نعيش فيه نحن مواليد الستينات قد يكون آخر جيل يمد بصلة للتراث وللماضي، ثمة قطيعة إلى حد بعيد، ثمة تغير سريع وهائل في أنماط الحياة وأنماط العمل وسواها. هذه المخاطر التي كادت تودي بكثير من ذكرياتنا، من عاداتنا، من تقاليدنا، من سواها، كانت دافع آخر أيضا لهذا السعي الذي آمل أن يعني يحقق مبتغاه من نفع وفائدة ولثقافة وللأجيال وللوطن. هذه حقيقة بتلك المرحلة كنت أتنقل من قرية إلى قرية، من جبل أقرع وحتى سهل عكار في على حدود طرطوس ومع لبنان، زرنا كسب وحيث كسب الغار والتفاح، حيث السفوح المزروعة التي ينمو عليها نبات الزلوع النادر، زرنا ربيعة حيث الغابات شبه الاستوائي فيها في الفرنلوك وغيره، زرنا قصد المعاف هذا المصيف الذي بني عام 1930 لسكن بعض أبناء مدينة اللاذقية، وعلى غراره وفي مرحلة واحدة بني مصيف الصنفة عام 1929 ليكون مصيفا للضباط الفرنسيين آنذاك في أبان الاحتلال. زرنا أعرام وكنائسها وأديرتها وقرية أوبين وعين الشير وجمالياتها، زرنا جبل الشوح، هذا الجبل الذي يقال بأن الرومان قد زرعوه قبل 2000 عام، وكانت الصبايا في العهد الروماني تستجم في ظلال الشوح بينما كان الفرسان يصطادون السباع آنذاك. زرنا صلنفة، هذه المنطقة التي تحمل اسما يعني غنيمة السباع، فأصلان كلمة تعني السبع والفيء الغنيمة، حيث يروى بأن ملوك أوغاريت كانوا يصطادون السباع فيها. زرنا مدينة الحفة حيث مدينة العناب، وهي الوريثة التاريخية لمقاطعة كبرى كانت تمتد من هذا البحر إلى نهر العاصم، مقاطعة صهيون التي دمرت بزلزال في العهد المملوكي. أيضا زرنا القرداحة العرين العظيم، زرنا الشعرة، زرنا الشعرانة، بالمناسبة على ذكر الشعرانة يشيع في أوساط الجماهير القول من ابن هاني إلى الشعرانة أو من البحر إلى الظهر، على أساس أن هذه الحدود عرض اللاذقية من البحر إلى الظهر ومن ابن هاني إلى الشعرانة. ابن هاني على الذكر زرنا قرية ابن أم هاني وهي على مقربة من هذا الموقع، ربما كان الاسم الأصح لها ابن أم هاني باعتبار أم هاني هي فاختة بنت أبي طالب عليها السلام، والمسعود ابن أم هاني كان رافع الراية وحامل الراية في جيش عبادة بن أبي صامت النوفل الأنصاري الذي فتح اللاذقية عام 637 ميلادية. أيضا زرنا النبي يونس عليه السلام، ولعله حقيقة الضريح الطاهر للنبي الذي بعث في أوغاريت، يقول الله سبحانه وتعالى ما من أمة إلا خلا فيها رسول، هنالك قرابة 15 برهان على أن النبي يونس بعث في الساحل السوري، وليس كما يقال في العراق أنه بعث في نينوى أو في لبنان، بعث في صيدا أو في فلسطين، بعث في حلحول، هنالك براهين كثيرة تؤكد أنه بعث في الساحل السوري. أيضا زرنا قلعة المهالبي، وزرنا جبل حضرة الشاعر نديم محمد عين شقاق، وزرنا بيت ياشوط وهي يبرود الساحل تشبه منطقة يبرود، أيضا زرنا بانياس، زرنا الشيخ بدر والشيخ بدر الغفير وحضرة الشيخ صالح العلي أيضا، وزرنا
قلعة العريمي وقلعة يحمور والنبي صالح، حيث بتعلوس هذه القرية العظيمة وكانت معبدا لأهالي أرواد الفينيقيين. بعد أن دمرت أوغاريت ورثت أرواد زعامة الممالك الفينيقي، وكانت هذه المنطقة حقيقة يقطعون المسافة إليها. أرواد هي كانت أم الممالك، وطرطوس بالذات سميت بهذا الاسم نسبة لأرواد، أنترادوس أي المقابلة لأرواد، كان معبد الأرواديين ليس في عمريت أيضا فقط، بل وأيضا في بيت خيخي أو بيت أخي في ناحية سبا في محافظة طرطوس. نعم. أستاذ حيدر، يمكن تاريخ طويل، إذا منضل يمكن حلقات كاملة ما منقدر نحكي عن تاريخ اللاذقية وقراها الغني بالحكاية والقصص. نعم. التاريخية المهمة والمواقع الأثرية. خلينا نحكي شوي عن العادات التراثية والشعبية من حيث التقاليد، اللباس، من حيث تقاليد اللاذقية بشكل عام. حياك الله أنسي زينب. التقاليد والعادات، العادات نتاج المعتقدات، فطالما المعتقدات ثابتة العادات إلى حد ما تبقى ثابتة، وخاصة العادات ذات البعد الديني الروحي. ربما العادات ذات الطابع الاجتماعي أكثر عرضة للتغير، لذلك العادات للحقيقة تعرضت عاداتنا ذات البعد الاجتماعي إلى تغيير. يعني إذا قرنا بقبل قرابة نصف قرن ربما نشعر بحجم هذا التغيير الحاصل نتيجة لانقلاب سبل الحياة وتغير أنماطها. لكن بقيت اللاذقية عموما مدينة وريفا، مدينة خليط ما بين الزراعة وبدايات حرف وصناعة، ليست مدينة صناعية، ليست مدينة أوروبية، حافظت على شرقيتها، حافظت على خصوصيات إلى حد ما ثابتة. لكن الحقيقة في ما يتعلق بالتغييرات التي طرأت على هذه العادات، كانت يعني خلال الخمسين عاما الأخيرة أكثر من مما طرأ عليها من تغيير خلال قرون سابقة. عبر ألوف السنين كان العرس الشعبي يقوم بطريقة واحدة، خلال العقود الأخيرة حقيقة انقلب الحال إلى حد بعيد، أصبحت أعراسنا على سبيل المثال كنموذج للعادات والتقاليد لا تختلف كثيراً عن الأعراس في أي عاصمة أوروبية أو سواها. لذلك حقيقة إذا سمحتي لي أنسي زينب، استطراداً في هذا الصيف إن شاء الله في شهر آب عقد العزم على أن يقام مهرجان تراثي في قرية عرامو وما حولها في قرية أوبين، وأن يقام عرس شعبي وفق ما كان يقام تماما بالأربعينات والخمسينات، بحيث أن تتعلم الأجيال كيف كانت أعراس الآباء وكيف كانت أعراس الأجداد. إذا تسمحي لي بتفصيل بسيط بهذا السياق، يعني اللي نلاحظ خطر التغيير، يعني عرس اليوم وعرس الأمس البعيد. اليوم تدخل العروس إلى بيت غير بيتها وهو المقصف أو المنشأة. اليوم وكانت من قبل تدخل العروس تنزل عن الفرس وتدخل إلى منزلها بصحبة عريسها، أما الآن فتدخل إلى بيت آخر، وهذا انقلاب. أيضا تلبس اليوم العروس ثيابا ليست لها، هي ثياب مستعارة من محلات وسواها، ليست هذه الثياب لها، تحمل باقة ورد قد لا يكون لها أي رائحة. تدخل إلى حفل الحقيقة فيه كثير من التلوث السمعي والبصري والضوضاء والضجيج، والحقيقة لا تتحقق الغاية من هذه الأعراس وهي الفرح والإعلان. ويعني في بالمقابل أعراس أمهاتنا وجداتنا كانت حقيقة فيها من الأصالة، بحيث أنه امتداد عبر الأجيال وصولاً إلى 1000 عام، إلى الجد رقم 100 على سبيل المثال. الآن في قطيعة حقيقية، يعني تدخل العروس الآن إلى وتستمع موسيقى في المقصف لا تعرف معناها ولا اسم هذه المقطوعة ولم تستمع إليها من قبل. وهنالك الكثير من التشبه بالأجانب
ما عم حبتنا يعني للجميع. يعني مثل ما عم تقول الأستاذ حيدر، يمكن في عادات كتير وتقاليد أصبحت عم تفتقدها بهذا الوقت، عم يدخل على مجتمعنا عادات غريبة بأوقات، ولكن حضرتك من الناس اللي حافظوا على التراث ونقلته بأمانة وسخته بأمانة للأجيال القادمة. حاليا بعد الموسوعة اللي قمت فيها، هل في شيء جديد عم تحضر له؟ والله بهذا السياق يعني طالما أستطيع أن أحمل القلم والورقة فلا أمتلك سواهما، وهذه الأصابع الثلاث لدي الكثير من المخطوطات، عشرات المخطوطات في التراث الشعبي وفي الريف الساحلي خاصة، لدي بطاقات للبلدان والقرى الكبيرة والمدن في الساحل، آمل أن تتاح طباعتها، لأن حقيقة رغم ملامح الواحدة، رغم التقاطعات الواحدة ما بين قرانا وبلداننا، لكن في ميزات وخصائص جمالية ومشوقات كثيرة ينبغي الإضاءة عليها. مشكورة وسائل الإعلام لا تدخر جهدا في هذا السياق. الحقيقة في عنا إضافة إلى هذا المهرجان الذي ذكرناه للتو، لدينا مسابقات ثقافية تربوية نجريها بين المدارس في المحافظة، وقد يعني أعددنا لها قرابة 5000 سؤال وخمسة آلاف جواب، لكي نعيد للكتاب القلق الذي افتقده، لكي نعيد الربط وأهمية للكتاب باعتباره حاول معرفي الأول، وباعتباره لا وسيلة لا تضاهي أي وسيلة معرفية أخرى، لأن الأجيال حقيقة مالت إلى حد بعيد الكتاب الإلكتروني، بعيدا عن الورق ورائحة الورق وجمالية الورق. عندنا أيضا بعض النشاطات الأخرى، منها أنه أقمنا في حينا الشعبي حي الدعتور ملتقى ثقافي يقيم فعالياته حقيقة بواقع فعاليتين على الأقل كل شهر، نستضيف في كل فعالية إضافة إلى عشرات الأصدقاء الأعزاء، نستضيف أحد ما في مجالات ما من الآداب والعلوم والفنون وسواها من المحافظة ومن خارجها، أتيحت لنا فرصة حقيقة أن نتبادل الزيارة مع منتدى حمص الأدبي الذي يديره الأستاذ إبراهيم الهاشم، ومع جمعية بانياس الثقافية التي تديرها السيدة أمل غنام. بعض أصحاب الرأي، أصحاب الكلمة، أصحاب، لأنه بناء على المقولة أن تبني إنسان خير من أن تبني مدينة، وبناء على مقولة القائد المؤسس رحمه الله أن جميع حاجات الإنسان لها حدود، إلا الثقافة فلا حدود لها. أكيد أستاذ حيدر، مثل ما قلت بكل قرية من قرى اللاذقية والساحل بشكل عام في تاريخ كبير وحكاية أبطال ونضال طويل لحتى وصلنا لليوم. من جبال العز بنقول لك شكرا لك أستاذ حيدر، وشكرا للمعلومات اللي أعطيتنا إياها، وبالتوفيق لكل النشاطات الثقافية اللي عم تحضروا لها إن كان بارام وإن كان بالدعتور. موفقين، شكرا لوجودك معنا. بارك الله فيك، شكرا لكم. شكرا لك، شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا.